اذكر رقمين حاصل جمعهما 12. 6 و6. ما يخطر ببالك إذا رأيت ثعلب؟ مكار. غيره؟ غدار. شيء يقلل من راتبك الشهري؟ الغيابات. غيره؟ عدم الكفاءة. أغنية لجورج والسوف؟ كلام الناس. جمع كلمة دار؟ دور. غيره؟ داران، بيوت. شكراً. خلينا نشوف إجاباتك إيش قد جابت نقاط. يلا إن شاء الله. خمس أسئلة أريد منك 119 نقطة. بعد ما جابت الأخت نروح 81. على الأسئلة هي اللي أول سؤال ما عدا رقم 10. اذكر رقمين حاصل جمعهما 12. ما جاوبت. انت قلت 6 زائد 6. 6 زائد 6 20 صح. وباقي الارقام المختلفه لان هذه جتني رقمين متشابهه فلربما جاء اقل رقم. لو قايل مثلا 9 زائد 3 اكثر او 7 زائد 5 مثلا. واذا السؤال الثاني ما يخطر ببالك اذا رايت ثعلب؟ قالت مكار 23 نقطة. أنت قلت مكار، قلت لك غير، قلت غدار، وغدار أيضا ضعيف. ضعيف لأنه الثعلب، الثعلب يعني الذيب يغدر بس مو الثعلب. لو قايل الدجاج، المراوغة، الفرو، أشياء تذكرك أو يخطر ببالك إذا رأيت ثعلب. المكر نعم بس مو الغدر، غدر عند الذيب. السؤال الثالث شيء يقلل من راتبك الشهري. قالت الغياب 28 نقطة. أنت قلت الغياب، قلت لك غير، قلت عدم الكفاءة. وعدم الكفاءة أيضا لكن مع الأسف 20 نقطة. يعني إذا عدم كفاءة ممكن ينقلوك العقوبة، التقاعد، النفقات، يعني هواي اكو اشياء غير عدم الكفاءه ما يحتاجوك يطلعوك صحيح او ينقلوك غير مكان. فزين اخذت 20. السؤال الرابع اغنيه لجورج والسوف ما عرفت. نور انت ايش قلت؟ كلام الناس. كلام الناس. كلام الناس 32 نقطه. حلو. وجاء السؤال الخامس الاخير اللي هو يحتاج لنا ايش قد؟ 32 نقطة. يا الله استاذ جواد. خمسة جمع كلمة دار. دور قالت 30 نقطة. أنت قلت دور، قلت لك غير، قلت لي بيوت.